بسم الله الرحمن الرحيم. على كل حال كاين مثل راني نقوله يعني فراز، لا رياضة بدون فحص القلب، سا سي كلير. على كل حال نشوفوا احنا بزاف ناس يديروا رياضة ولكن ما ينتبهوش للموضوع، ما ينتبهوش، يقعدوا يقول لك انا راني اون فورم نقدر ندير رياضة، حتى تحدث الحادثة وين هنا يتكاكا يقول كان عندي كان عندي. رغم هذا الضوابط سواء الأمريكية أو الأوروبية باينة واضحة، أقل من 35 سنة وبعد 35 سنة. لما تشوف أنت الرياضة كرياضة ككل، مش فقط كرة القدم، إحنا صحيح كرة القدم لعبة يعني شعبية وتجدها في الأحياء كما تجدها في الملاعب الأخرى، ولكن تبقى دائما إشكال لو تسألهم الأكثرية ما يعملنيش فحوصات القلب. مش فقط فحوصات القلب، كاين فحوصات اخرى ايضا، لان اي انسان حتى يستطيع يكون بامكانه يعمل الرياضه لازم يكون متهيئ لهذه الرياضه، يعني بدنيا بسيكولوجيا الى اخره. من بين هذه الاسباب هو ان الانسان يعني احنا نعرفه يعمل جهد، بعد الجهد ماذا يحدث؟ يحدث فيه شيء، وهو ان القلب راح يشتغل اكثر، يحتاج الى دم اكثر، يحتاج الى اكسجين اكثر. من يجو هادو؟ يجوه من الشرايين، شرايين القلب، والشرايين هادو اذا كان مشكل فيه انسداد الى اخره، هنا تحدث الكارثه وتحدث السكته القلبيه. هذه بالنسبه للكبار، مثلا بالنسبه للكبار تجد مثلا انسان فيه السكري ما يعانيش، لان صاحب مريض السكري ما عندوش اشكال فيما يخص مثلا حساسيه على الالم تاع الصدر. كل الناس يقول لك انا القلب تاعي ما نحس والو، سي فري فيه البرنامج باين اي الم في الصدر لازم يعمل الفحص تاعو تاع القلب مهما كان الالم حتى ولو كان سطحي. علاه؟ على اساس نشيلو ونقلعو ما هي الليرجونس، نقلعو الليرجونس ما هو القلب، يعني نعملو الفحص قال هذه الم مش تاع قلب، ليست بحكه قلبيه. اذا تجد الناس الحين مثلا نجموا نعطوهم صف اكثر مثلا من 40 سنه او 35 سنه، هذو نروحوا مثلا ل 40 سنه انسان مدخن، حتى صاحب 30 سنه يدخن ويروح يعمل رياضه هو صغير بالفعل، بصح اذا كان يدخل اكثر من 10 سنوات ممكن تكون فيه سوء الترويه وتحدث الحادثه وتحدث فيه السكته القلبيه. اذا بالكل ككل تلقى ان فيه انسداد، الشريان ينسد وما يعطيش الدم كافي للقلب، القلب يتطلب جهد اكثر، شيء يدير يتوقف، بالفعل يتوقف، وخاصه ما يكون جهد عالي. بصح اللي عنده ضغط الدم ما يعملش الفحص تاعه، يروح يدير الرياضه، عنده السكري وما يروحش يعمل. كاين اللي عندهم جانب وراثي، ممكن ما عندهش السكر، ما عندوش ضغط الدم، وما عندوش مثلا الكوليسترول، ولكن عنده جانب وراثي هو ما على بالوش به، ممكن ينقل عليه وتحدث له سكته قلبيه لان المرض هذاك صرالو ويتطور. احنا شفنا ناس عندهم 35 سنه ثلاث شرايين من سده كان على وشك يعمل سكته قلبيه، كاين ناس اخرين عملوا سكته قلبيه، الاسبوع الماضي واحد 51 سنه عمل سكته قلبيه، الناس يروح يلعبوا في الاستاد وتشوفهم. حتى الاحياء هذه مش فقط غير كره القدم، سواء الجماعه يروحوا يجروا يديروا الجري ولا يروحوا لابيسين، هذو غير معفون من الامر، هذو متعرضين لان الجهد جهد واحد، سواء الجهد عن طريق بالرياضه يجري او يجري الجري هذا العادي يعني الاتليتيزم ديال الاتليتيزم، او ينقز ولا يطلع جبل ولا، وحتى الناس اللي يكون عندهم ستريس، حتى الناس اللي يكونوا عيانين، حتى الناس اللي يكون عندهم زعاف في الدار، هذو كاع متعرضين الى سكتات قلبيه. اذا مش فقط الرياضيين ولكن الرياضيين اكثر. لهذا الضوابط الاساسيه واش هي؟ حددت قبل 35 سنه وبعد 35 سنه. اللي عنده اقل من 35 سنه يعمل له سي جي، تخطيط القلب، حتى نشوفه نقدروا نشوفوا عنده مرض مزمن ولا لا، ولكن هذا بغض النظر على انه مدخن او فيه السكري منذ الصغر. دونك الحين السكري كاين اللي يجي واحد صغره ويلقى عنده 25 سنه ولا وعنده السكري من قديم، رد بالك هذا لازم يعمل فحص اساسي، لان مش لان عنده 25 سنه بمعنى ما عندوش سكته قلبيه، يقدر يتعرض لسكته قلبيه. اذا وايضا لما تعمل قبل 35 سنه تشوف، لان المرض فقط مش فقط الترويه تاع القلب وانما العضله كعضله، لما يفحص قبل قال هذا عنده مالادي كاردياك، عنده مرض عضلي
أو مرض شرياني أو مرض فيما يخص المولد الكهربائي الداخلي الكهرباء تاعو. إذن وبعد 35 سنة هنا فحوصات أكثر، لو سي جي، الإيكوغرافي تاع القلب، والتخطيط الجهدي. التخطيط الجهدي سواء بالتريدميل يعني بالطابي، أو يعمل عن طريق الإيكو دو ستريس نعمل الدواء، أو يعمل الكوروسكان، أو يعمل السنتيغرافي ما هو النووي. كيف نتفادوا هاد لي زاري كاردياك؟ نتفادوهم اولا بهاد الميزات الضوابط اللي عطيتهم لك. لازم الانسان ما عندوش حق يعمل رياضه قبل ما يعمل هاد الفحوصات، هذه الاولى. لازم 100% لازم له فحص تاع القلب كما تفضلت قبل 35 سنه، يعمل الاو سي جي ويعمل فحص القلب ويشوفه طبيب زين ولا لا، وبعد 35 سنه يعمل الاو سي جي ويعمل تخطيط القلب ويعمل الايكوغرافي ويعمل التخطيط الجهدي. الجهدي لماذا؟ واش هو التخطيط الجهدي؟ الجهدي انت ما يروح يجري يضرب برا اذا كان عنده مشاكل ترويه رايح انت ما تعرفهاش تدير سكته، بصح لما يعملها امام الطبيب يدير التخطيط الجهدي يجري قدامنا ونشوفوا القلب كيف الحركه تاعو، هل ردود فعل ام لا، اذا كانت موجوده ما نعملولوش. سمعتني؟ هذه نجمها، وحتى نريد نجنب ما نصلش الى هالدرجه. لازم الانسان يكون نظام غذائي جيد، نظام غذائي جيد، لازم يرد باله مليح. وكاين يعني من بين الفحوصات الاساسيه مش فقط كما قلت لكم شرايين، وانما حتى عضله القلب. اذا عنده صمام، اذا عنده روماتيزم، انسيت سويت، ما يروحش واحد عنده فشل في العضله او فشل في الصمام ويروح يجري ويقول لك انا مليح، السيد يسقط ممكن يدير اري كاردياك. وحتى ولو ما يديرش اري كاردياك ممكن ينهار هبوط القلب. وبعدين تلقاه واحد مولى 30 او 40 سنه حتى تلقاه صاي خلاص فشل في القلب تاعو، ما يقدرش، الحياه تاعو غير جيده، ممنوع عليه من الرياضه، لكن يروح الانسان تدريجيا ويتجنب هذه الامور، يعمل هذه الفحوصات. شوف بدون هذه الفحوصات راه يرمي روحه المهالك. حتى تشوف مثلا تكلمت لكم ساعه على قضيه مثلا ماراثون باري ولا نيويورك، رغم العدد مذهل كاين تقريبا اربعه ولا خمسه داروا سكتات قلبيه، بصح استعاذوها بالخف يرجعوها. لهذا ما تقدرش انت تروح في مكان تعمل مثلا رياضه وما يكونش عندكم طبيب خبير في الامر هذا. الاسعافات الاوليه لازم يعرفوا الاسعافات الاوليه، مستحيل تروح تعمل رياضه في مكان وما عندكمش اسعافات اوليه، وخاصه لوسكون بارل دي كومبيتيسيون ولا المنافسات. اذا ما فيش طبيب يعني اسعافات اوليه ما يليقش، من الاحسن ما يعملش الانسان. من بعد كاين اشياء اخرى، كاين مشاكل التنفس، الرئه الى اخره، هذه ندرسوها بعدين في الموضوع. لا ماشي ما نفهموش الامر هكذا، النظام الغذائي راح يخليك تدي حياه تاعك سليمه. واحد ما يقعدش ياكل بزاف ويروح يعمل الرياضه تو سويت، ياكل ويشبع ويروح يعمل الرياضه ولا يروح يعوم الى اخره، اكبر كوارث هذه اللي تصرى هنا. بصح كنظام غذائي يكون عنده نظام غذائي، يشرب الماء، ما يكثرش الكربوهيدرات، ياكل زين، ما كاش زيوت، لما ياكل لازم يصرف الطاقة. سمعتني؟ بصح إذا كان ياخذ الصباح والمساء إلى آخره وعنده السكري لازم ينظم السكري. مريض السكري غير محكوم عليه الإعدام أنه مثلا قال عندك سكري ما تعملش رياضة، يستطيع، ولكن لازم يكون عنده نظام غذائي فيما يخص السكري تاعو، يكون منظم السكري تاعه، لازم يكون اقل من غرام 20 الى اخره حسب الضوابط العلميه اللي موجوده، حسب الطبيب اللي يتبع فيه. اذا انسان عنده ضغط الدم ما يروحش يدير بالضغط الدم، يروح يعمل الرياضه، يقدر يدير اري كاردياك، يقدر يموت، مش ضروري اري كاردياك، يدير اف سي. هو عنده ضغط الدم ويزيد يروح يعمل الرياضه، وماذا يحصل؟ ترتفع ضغط الدم، يزيد يرتفع. بالفعل انت راك تتكلم معايا الحين، ممكن انت عندك ضغط الدم 13 على 8، بصح مجرد توقف وتتحرك يولي لك 14، ممكن يولي لك 15، فما بالك لما تجري؟
المجري ماذا يحصل؟ ضغط الدم يرتفع. إذا كان عندك جانب وراثي عائلي وعندك ضغط الدم ولما تروح تعمل رياضة راح يزيد يرتفع ضغط الدم، هنا ممكن دير مام أري كاردياك أو تكون عندك إنديسكوردونس يعني بين نبضات القلب سمعتني وضغط الدم نتاعك. لهذا الفحص ضروري عند الطبيب. أي إنسان يعني مستحيل يعمل رياضة بدون فحص طبي وإلا تصبح كارثة. باش نرجع للأمر النظام الغذائي، إذا كان عنده ضغط دم لازم يعرف بلي الأملاح كاين مشاكل، لازم يشرب مليح المشروبات يعني يتجنب هذه السكريات. إذا كان يريد يعمل رياضة علاش يعمل رياضة؟ باش يحس روحه مليح. بصح لا يعمل رياضة ويأكل لك خروف كامل مشوي، ولا يروح يضرب ماكدونالد تحت في السنتروفيل يعمرها قد هاك. بالعكس لما يدير رياضة تحدث فيه فتحات في كامل الجسم، وهنا ممكن ما تسمى تدخل الدهون ترانس متحولة، وهنا تصير أكبر كارثة. أكبر كارثة هو أنه يبقى عرضة للأمراض أكثر إذا يأكل نظام يعني ماكلة مش كويسة مش جيدة، وخاصة الزيوت هذه ما تسمى ليبيد ترانس، هذه متحولات، هذه أكبر كارثة. في العوض اللي تكون الرياضة إيجابية تكون عنده سلبية. شوف بالنسبة للإسعاف، إسعاف شوف ممنوع واحد يعملوا رياضة بدون ما يكونش إسعافات أولية. أنت تقول لي طيب عندنا في الحمري ولا هنا يلعبوا رياضة أحياء، يليق دائما يستدعوا واحد على الأقل يكون معهم طبيب ليقدم إسعافات. الإسعافات فيها شروط إلى آخره، لأن احنا اللي يدير أري كاردياك شي يديروا له يعطوا له مفتاح ولا يضربوه بصفاعي ولا يقيسوا عليه الماء، داروا كل شيء إلا الشيء اللازم ما داروش وهو أبروند لو فير الماساج. انت تقدر تسلك واحد تعمل له مساج صحيح لك تعرف، اذا ما تروحش انت تخلي الناس يلعبوا الرياضه اللي يتوعوا. التوعيه هذه لازم تندار، هذه التوعيه ماهيش موجوده بارك الله فيك. اذا اي واحد يبغوا يلعبوا الرياضه يطلبوا على الاقل يكون واحد صديقهم، يكون سكوريست ولا يكون انفيرمي ولا اللي يعرف لما تكون سكتات قلبيه، لان سكتات قلبيه لما تسرى اكبر كارثه ديرها هو انك تنقل المريض الى المستشفى. في بلاصته يفوكي سواريني مي سي بلا، عندك زوج صوالح دو جيست، واحد يدير المساج واحد يضرب التليفون يعيط لي زورجونس باش تجي لومبيلونس، ماشي نتوما تدوه لومبيلونس. اذا ديتوه مات الشخص، ما كاش واحد يسلك الا ما شاء ربك، هذه حاجه واحده اخرى سمعتني. اذا لازم تكون اي رياضه تنشا الا لازم طلبوا باش يكون على الاقل سكوريست يعرف كومو ريانيمي. اللي ننصحكم لازم ديروا قاعده وديروا سلوغون كبير، لا رياضة بدون فحوصات قلب. والله ولي التوفيق وإلى لقاء آخر إن شاء الله.